اخبارنا النهارده من عند تواجد للكابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك وبعض اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك اثناء تدريب الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك. النهارده الكابتن حسين لبيب والكابتن احمد سليمان وبعض اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك كانوا موجودين النهارده في تدريب الفريق، بيؤازروا الفريق وبيدعموا الفريق وبيباركوا وبيشكروا الفريق على المجهود اللي عملوه في المباراه الاخيره، مباراه القمه اللي فاز فيها نادي الزمالك على الاهلي بهدفين مقابل هدف. كابتن حسين لبيب طلب من اللعيبه ان احنا نغلق خلاص ملف مباراه القمه وان احنا نركز في الكونفدراليه عشان ان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لنا فيها نصيب ونتوج بيها، والجماهير والاداره مستنيين ده من الفريق. في نفس الوقت كابتن حسين وجه الشكر للجهاز الفني بقياده كوزي جوميز والكابتن عبد الواحد السيد مدير الكره بنادي الزمالك على الدور اللي بيقوموا بيه مع الفريق من اجل مصلحه النادي. الجلسه كمان شهدت حضور كل من الدكتور حسام المندوه امين صندوق نادي الزمالك، الكابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك، احمد خالد حسنين ورامي نصوحي اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك. خلي بالك برضو عبد الواحد السيد كابتن وحيد عامل دور مهم جدا 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 داخل نادي الزمالك. عجبني جدا السياسه اللي ماشي بيها، الروح اللي مخليها في الفريق، العدل اللي بيطبق من قبل كابتن عبد الواحد مع الفريق، ده امر في النهايه بتشوف نتاجه في النتائج اللي انت بتعملها دلوقتي. كابتن عبد الواحد موجود من فتره وحاضر مشاكل وحاضر حاجات كتير جدا، وحاضر كمان مع مجلس اداره نادي الزمالك اللي متواجد دلوقتي، عدينا بعض التحديات وهو متواجد وفي اكتر من ازمه الراجل بحلها بشكل محترم جدا، فوجب ان انا اشكر واحيي واشيد بكابتن عبد الواحد السيد مدير الكره بنادي الزمالك اللي عامل مجهود محترم وكبير جدا جدا مع الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك. نروح لخبر تاني من عند الدكتور محمد أسامة طبيب نادي الزمالك رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، واللي عرفنا من خلاله قصة فتوح وإصابته وزيزو وبرضه والإصابة بتاعته. أحمد فتوح اتعرض لإشاعة عشان يشوفوا إيه المشكلة اللي عند أحمد فتوح. فتوح عنده شد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، هيتم تجهيزه إن شاء الله بإذن الله في الفترة اللي جاية. فتوح من أهم أوراق نادي الزمالك، لاعب مهم جدا، للأسف اتصاب الإصابة دي، إن شاء الله نتمنى إن هي ما تطولش ويتم علاجها بشكل سريع إن شاء الله بإذن الله. كمان زيزو هياخد عليه أشعة رنين مغناطيسي عشان نطمن على رجله، يمكن هو حتى نشر صورة للإصابة بتاعته، كان في تورم واضح جدا. خلي بالك برضو الكورة بتاعت إصابة زيزو دي، يمكن في ماتش الكاس أنا قلتها في مقدمة الحلقة إن في ماتش الكاس اتهرست رجله، أنكر رجله اتصاب والحمد لله شفاه الله ورجع مرة تانية. في المباراة دي في مباراة القمة الأخيرة الراجل برضو رجله اتهرست، يمكن الناس برضو شافت ان ده التحام عادي ولكن الاصابه بالغه. وانا حابب هنا اتكلم على زيزو، ان زيزو واحد من رجال نادي الزمالك ومن اهم لاعبي نادي الزمالك، وزي ما قال كابتن ايمن يونس في المداخله قال لك ان نادي الزمالك بعيدا عن الغيابات اللي قبل المباراه، نادي الزمالك غاب عنه في قلب المباراه واحد من اهم اللاعبين، فمحتاجين إن يبقى في مراجعة لهذه القرارات، لأن لولا فوز نادي الزمالك لكانت هذه الحالات التحكيمية مؤثرة في نتيجة المباراة. عشان كده أنا بتكلم عليها وأنت في موقف الفايز، عشان ما تقولش أنت بتتحجج عشان خاطر خسرت، لا أنا كسبت والمباراة انتهت، ولكن نظرة على الفار. نتمنى وما نتمناه هو العدل،
احنا مش عايزين حاجة غير العدل. نروح لخبر تاني من عند محمد صبحي. محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك انتظم في تدريبات الجماعية الخاصة بالفريق. محمد صبحي كان بيعاني بمزق في العضلة الضمة، تسببت طبعا في غيابه عن الفريق خلال الفترة اللي فاتت، وشارك في تدريبات حراس المرمى بشكل طبيعي. نتمنى طبعا كل اللعيبة المصابة ان شاء الله ترجع بألف سلامة، عشان جوزيه جوميز يبقى عنده كل الأدوات يقدر يستخدمها في الفترات اللي جايه.